إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ذهب فريق من العلماء إلى أن السبع المثاني هي سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة هي سورة مكية، أي نزلت في مكة المكرمة وقبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة المباركة هي سبع آيات بالبسملة. وسورة الفاتحة تتكون من 29 كلمة، وهي 142 حرفا، هي السبع المثاني والقرآن العظيم، وهي أعظم سورة في القرآن الكريم، وهي أم القرآن، وهي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. والفاتحة رقية وشفاء من أمراض القلوب ومن أمراض الأبدان. والفاتحة يقال لها الصلاة. الفاتحة هي السبع المثاني، جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وأنا أصلي، فقال لي مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني، فلم آته حتى انتهيت من صلاتي، فقال: ما منعك أن تأتيني؟ قال: كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرته، فقال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. والفاتحة هي أم القرآن، جاء في الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله هي أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. والفاتحة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا من فوقه، فرفع رأسه إلى السماء فقال: هذا باب فتح من السماء لم يفتح قط قبل اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم، أي هذا الملك سلم وقال: أبشر. قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة.
لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، أي الفاتحة وخواتيم سورة البقرة من عند الآية آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر سورة البقرة. والفاتحة هي رقية وعلاج، هي رقية وعلاج وشفاء لأمراض القلوب وأمراض الأبدان. جاء في الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمروا على حي من أحياء العرب فلم يضيفوهم، فباتوا تلك الليلة في الصحراء. وفي تلك الليلة لدغ سيد القوم فسعوا له في طلب الطب فلم يجدوا له علاجا، فقال بعضهم: ما رأيكم أن نسأل هؤلاء لعل أن يكون معهم من يعالج؟ فذهبوا إليهم فقالوا: هل معكم من راق؟ فقال رجل منهم: أنا أرقي، ولكننا استضفناكم فلم تضيفونا فاجعلوا لنا جعلا. قالوا: نعم. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فذهب إلى سيدهم فقرأ عليه سورة الفاتحة فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي كأن لم يكن به شيء. فأعطوهم هذا القطيع من الغنم فقالوا: نقتسم فيما بيننا. قال: لا، حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله عن ذلك. فلما رجعوا إلى المدينة وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم ضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: اقسموا بينكم واضربوا لي منها بسهم. والفاتحة هي الصلاة، يقال لها الصلاة. والفاتحة يقال لها الصلاة. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج، أي غير تمام. قيل لأبي هريرة رضي الله عنه: إنا نكون وراء الإمام، إنا نكون وراء الإمام. قال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله عز وجل: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله عز وجل: مجدني عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله عز وجل: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله عز وجل: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.